ولدى لقاء سموه بوفد من أهل المحرق، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر على المشروع التطويري للواجهة البحرية بالمحرق اسم مشروع سعادة، لأن غايته إسعاد أهالي المحرق كون المشروع متنفسا لأهلها ومعلما جماليا لمدينتهم ومركز تسوق وجذب للمواطنين والزوار والسواح للمحرق، إضافة إلى أنه مشروع عمراني تنموي تجميلي وترفيهي يستهدف راحة المواطنين قبل أن يكون مشروعا سياحيا. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم وفدا من أهالي المحرق الذي قدم شاكرا لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على إطلاق سموه لمشروع تطويري ضخم يربط سوق المحرق القديم بواجهة بحرية عصرية معززة بالخدمات والمرافق الترفيهية والسياحية والتجارية، ويشتمل على موقف متعدد للطوابق للسيارات وفندق وسوق شعبي على طراز السوق القديم يقام على موقع مبنى بريد المحرق الحالي، ويرتبط بجسر للمشاة بساحل بحري ومرفأ للقوارب وممشى ومنطقة مخصصة للمطاعم والمقاهي. وخلال لقاء سموه بأهالي المحرق أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل جهودها لتجميل وتطوير المدن والقرى كافة في مملكة البحرين، وأن المحرق باعتبارها مدينة تاريخية عريقة تستحق المزيد من المشروعات التي تعزز من موقعها ومكانتها التاريخية والثقافية. وقال سموه: إن ما نقوم به من أجل تطوير وتنمية المدن والقرى ينطلق من الرغبة بأن يعيش المواطن في بيئة مكتملة خدميا وعمرانيا وتجاريا واقتصاديا، كما أنه يأتي في إطار ما نحرص عليه بتوفير الحياة الكريمة لشعب البحرين. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن مملكة البحرين محظوظة بهذا الشعب الذي يجمع بينه الود والمحبة والتآخي والوحدة التي شكلت على مر التاريخ بواعث ونقاط مضيئة لمزيد من الإنجاز والبذل والعطاء من أجل رقي الوطن وازدهاره. وأضاف سموه بأن كل فرد من أبناء شعبنا له بصمته الواضحة ودوره البارز في مسيرة العمل الوطني، فالمواطن هو المرتكز لهذه المسيرة ومحركها، وهو في قلب كافة البرامج والخطط التي تستهدف الحكومة منها التنمية بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. وقال سموه: إن المحرق كباقي مدن وقرى مملكة البحرين مليئة بالتاريخ المشرف الذي سطره أبناؤها في الوطنية والمواقف التي تبعث على الفخر والاعتزاز، وكانت عناصر مضيئة في تاريخنا الوطني، ونحن ولله الحمد نرى الامتداد لهذه المواقف في أبناء اليوم الذين يقدمون قصصا مشرفة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على وحدته.
هذه هي المحرقة، تتشرف بأن تقف بين يدي سموكم الكريمتين في هذه الأيام المباركة، مقدمة الحب والولاء المطلق كما عهدتموها سموكم دائما، وكما كانت منذ مئات السنين ولا زالت تقف مقدمة الشكر والولاء والحب الخالص لسموكم حفظكم الله. سيدي صاحب السمو الملكي، إن المحرق بكافة مدنها وقراها ترفع شكري لكم لدعم سموكم لكل المشاريع التنموية التي أمرتم بها ووجهتم بإقامتها، وكان آخرها إقامة مشاريع سياحية على سواحلها. فلكم يا من بنيتم نهضة الوطن العزيز الحب والشكر والامتنان،